connect primary 4 unit 1 the digestive system. The digestive system الجهاز الهضمي وفي the mouth اللي قدامنا ده the mouth الفم the esophagus اللي على اليمين المريء اللي بينزل لي الأكل وبعدين بينزل على اللي تحتيه المعدة the stomach وبعد كده بيوصل للأمعاء الغليظة لا بيوصل للأمعاء هنعرف إذا كان بيوصل للأمعاء الدقيقة الأول وبعد كده للأمعاء الغليظة وبعد كده أنتوا عارفين هنشرح بالتفصيل في السلايد اللي جاي ده. The mouth الفم التي اتش هنا بتتنطق ث ث ثعبان ونطلع لساننا بره ونقول mouth. حاجة تانية في كلمة mouth ال O U دايما لما بنشوفها نقول أو يعني مع ال M م mouth mouth دايما ال O U أو نكمل ونحن put food نضع الطعام in في our mouth فمنا تاني حاجة ونحن chew food نمضغ الطعام with our teeth بسناننا يبقى نحفظها ازاي عشان لما تجينا ترتيب بيبقى احنا حافظينها فبنرتب على الغيب اضافة الى ان احنا حافظين المعنى we put food in our mouth we put food in our mouth we put food in our mouth number two we chew food with our teeth we chew food with our teeth with the we chew food with our teeth ترجمة we نحن put food نضع طعام فمنا our mouth نمضغ chew with بالمناسبة نمضغ chew سي اتش هنا اتنطقت تش في كلمة with التي اتش اتنطقت ذا في كلمة mouth اتنطقت التي اتش ث على حسب دي ملهاش قاعدة اسناننا our teeth اسناننا our teeth teeth لوحدها اسنان our نا نحط عليها نا عشان تبقى أسناننا rearrange ورقة وقلم ورتبوا دول من دماغتكم لو انت حافظ هتحل الجملتين الأولانيين ترتيب وده finish بناخد من فوق ونحط تحت هنلاقي تشابه بس عايز ذكاء ما ننساش ان كلمة put معناها نضع our mouth فمنا our teeth أسناننا with ب food طعام in في the esophagus المريء وده شكله esophagus أول ثلاث حروف سهلين النطق نقول إسو نجي للحرفين بي اتش يتنطقوا ف السوف يحط عليهم اف كأني مش شايفهم السوف عشان عندي ايه السوفجس اليو ما بنطقهاش بنطقها كأنها اي شوا السوفجس ماله الاسوفجس فود موفز طعام ينتقل from the esophagus من المريء to the stomach للمعدة stomach ستا ال او او بس تتنطق ستا stomach والسي اتش اتنطقت كي في معدة
في المعدة السي اتش اتنطقت كي، يبقى الاكل بينتقل من المريء للمعدة. يبقى زي ما بنحفظ كده بالعربي نقول بالانجليش food moves from the esophagus to the stomach. food moves from the esophagus to the stomach. ما ننساش حرفين الجر from to، او الكلمتين اللي بيجوا مع بعض moves from ينتقل من to الى. نردد لاخر مرة، مريء esophagus معدة stomach. التعريف food moves from the esophagus to the stomach. food moves from the esophagus to the stomach. rearrange لسه قايلين ولسه حافظين وهنحل لوحدنا، ورقة وقلم ونحل ونشوف ايه اللي غلطانين فيه. بس واحنا بنحل نترجم كلمة كلمة. الجملة الاولى ترتيب وبعد كده فينش. the stomach المعدة، وادي صورتها stomach. in the stomach في المعدة، the food الطعام، mixes with يمتزج يختلط يتخلط، with the gastric juice مع العصارة المعدية، and و it changes it دي رجع للgastric juice اللي هي العصارة الهضمية. changes بتغير بتحول، food الطعام into a simpler into يعني إلى a simpler form شكل أبسط شكل مبسط. طب ليه؟ to get energy لنحصل على الطاقة، to get لنحصل energy الطاقة، and nutrients والمواد المغذية. معاني المفردات mix يختلط، changes يحول يغير، into إلى into إلى into إلى أبسط simpler form شكل، to get لنحصل على energy الطاقة، nutrients المواد المغذية. in the stomach في المعدة، food طعام، mixes يمتزج، with gastric juice. يبقى نحفظها بالانجليش عشان الترتيب عشان الفينش. in the stomach food mixes with gastric juice. in the stomach food mixes with gastric juice. in the stomach food mixes with gastric juice. في المعدة الطعام يمتزج بالعصارة المعدية. gastric juice العصارة المعدية changes تحول food طعام into إلى simpler form شكل أبسط. gastric juice changes food into simpler form. again gastric juice changes food into simpler form. gastric juice changes food into simpler form. العصارة الهضمية بتحول الطعام إلى شكل أبسط. we get energy نحن نحصل على الطاقة from this من هذا simpler form الشكل المبسط أو الشكل الأبسط. we get energy from this simpler form. we get energy from this simpler form. we get energy from this simpler form. نحن نحصل على الطاقة والمواد المغذية من الشكل المبسط ده.
الكمال دي تب فينش، فلو احنا حافظين وشطار هنعرف نحل. ورقة وقلم وحلوا وتأكدوا من الحل من القطعة اللي قبل كده او في الكتاب. The small intestine، الأمعاء الدقيقة، وده شكلها small intestine. مالها بقى؟ الطعام بيتحرك للأمعاء الدقيقة لإكمال عملية الهضم. الأمعاء الدقيقة فيها إن الطعام بيتحول ليها، بينتقل ليها، moves to، ينتقل ليها، to complete، لإكمال، to complete، لإكمال the digestion، الهضم. digestion، التي اي هنا بنطقها ش، التي اي في كلمة digestion بتتنطق ش، digestion. ترجمة: to complete، لإكمال. digestion، عملية الهضم. to complete، لإكمال. digestion، عملية الهضم. again عشان نحفظ مع بعض، عشان في ترتيب وفي finish، وده هيتحل على الغيب. food moves to the small intestine. food moves to، food moves to the small intestine. The small intestine to complete the digestion. To complete the digestion. To complete the digestion. Repeat. Food moves to the small intestine to complete the digestion. أنا أقول الجملة كده بالعربي في دماغي. الطعام food ينتقل إلى moves to الأمعاء الدقيقة the small intestine لإكمال to complete عملية الهضم the digestion. the large intestine الأمعاء الغليظة. the large intestine الأمعاء الغليظة، بسرعة عامة كده، الأمعاء الغليظة بتاخد المية والملح من الطعام للجسم. تاخد المية والملح من الطعام للجسم. تاني نقطة، بأن الأمعاء الغليظة بتلف حوالين الأمعاء الدقيقة، يبقى الكبيرة الأول وبعدين الأمعاء الدقيقة. الأمعاء الغليظة الأول وبعدين الأمعاء الدقيقة. ثالث نقطة، ان الامعاء الغليظة بتتخلص من الفضلات، تتخلص من الفضلات. يبقى نردد: the large intestine takes water and salt. the large intestine takes water and salt from food for the body. from food for the body. from food for the body. the large intestine is around the small intestine. the large intestine is around the small intestine. the large intestine is around the small intestine. يعني معناه ان الامعاء الغليظة بتلف حوالين الامعاء الدقيقة. ثالث نقطة، the large intestine removes waste. the large intestine removes waste. وادي شكل الامعاء الغليظة، ضخمة. تأخذ takes، takes، takes ماء، water، water او water، 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 ملح، salt، salt، الاي مع ال او salt. الجسم the body، the body. إنه it is، إنه إنها it is. حول around، حول
around يتخلص من removes يتخلص من removes فضلات waste فضلات waste the large intestine الأمعاء الغليظة takes تاخد مية and salt from food for the body the large intestine takes water and salt from food for the body أجزأ عشان أحفظ the large intestine takes water and salt from food for the body إن الأمعاء الغليظة بتاخد المية والملح من أجل الجسم بس من الطعام The large intestine is around the small intestine. The large intestine is around the small intestine. الأمعاء الغليظة تكون حول الأمعاء الدقيقة. The large intestine removes waste. The large intestine removes waste. يعني الأمعاء الغليظة بتتخلص من الفضلات. Finish. لو احنا حافظين هنعرف نحل. ورقة وقلم نحل ونرجع للقطعة تاني ونتأكد من حلنا مع ترجمة كل كلمة مع حفظ كل كلمة عربي وانجليش مع ديكتيشن عشان نبقى زي الفل ريارنج برضو اقول لكم لو حافظين هتحلوا وانتوا بتحلوا ترجموا كونوا الجملة في دماغكم الاول بالعربي وبعد كده اعملوها انجليش ما ننساش ان الصفة قبل الموصوف ازاي يعني ما اقولش الامعاء الغليظة الامعاء الغليظة اروح قايلة intestine large لا large intestine تزيل الفضلات removes waste كده اخد بالي امعاء دقيقة small intestine مش intestine small ناخد بالنا نحفظ الاول ونحفظ المعاني بعدين نرتب